مرحبا. بسلطنة عمان شهر رمضان إلى سحر الخاص، وخاصة بالولايات والقرى العمانية اللي بتتحول طوال أيام الشهر إلى أسرة واحدة بيجمع نداء الأذان بالصلاة، وهو بيرتفع من مئات المآذن التي تنتشر بكل ربوع عمان، بيجمع الحب والتآلف على مأدبة الإفطار. ومع أذان المغرب يخرج أبناء عمان من كل حد بصوب وبيتجهوا إلى المساجد لأداء الصلاة التي يحرصون عليها، وبعد العودة من أداء الصلاة يبدأون بتناول الإفطار. عادة ما بيتكون من وجبة خفيفة بتختلف من منطقة للثانية. بتتكون وجبة الإفطار من أنواع متعددة من الفاكهة المختلفة والتمور واللبن والعصائر، وبعدها بيذهبوا لأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح. وعقب الصلاة بيجتمع أبناء القرية وشبابها وشيوخها بحلقات بيستمعوا فيها إلى بعض الدروس والمحاضرات الدينية التي عادة ما تدور حول أفضال الشهر الكريم. هي كانت معلومتنا لليوم، شوفكم بكرة. Thank you.